انذبحك. وصلت وصلت. ايش في؟ طلع لي كلام غريب. لا 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 انا مت. احنا ايش صوتك تغير انت خويي؟ هلا الحين انت صوتك تغير حتى انت تسمعني يا حبيبي صار سمح بالحقيقة يا يارا تصير اشباع بالحقيقة بعد. حياكم الله يا جماعة، الهالوين فورتنايت نزل زي ما شفتوا في البداية، اشياء غريبة، العالم لخبطة وفوضى، ما تدري وين اخويك، وين اللي ضدك، خويك يقلب عليك في نص الجيم، اضافات كثيرة، لكن هذا مو موضوعنا. انا المقطع منزله اليوم يوم الخميس عشان شيئين، ايوه اثنين. الشيء الاول عزيزي المشاهد عشانك انت تستاهل كل خير، جبت لك حاجة طيبة لذيذة من المقاطع المنوعة، رقم واحد. رقم اثنين، وتدرون انا ايش بقول لكم يا جماعة، الله لا يهينكم، الموسم تو بادي، كود الايتم شوب بيجلس اسبوعين اذا حطيتها الان مدة الهالوين كاملة. اذا ودك تدعم صديقك احمد المسكين اس اكس بي يا جماعة الخير. في بعضكم يقول ودي ادعمك يا احمد بس ما اقدر. مو بشرط كونك تحط الكود تتذكرني، والله العظيم انه يعني لي كثير. الله يسعدكم، ما عمركم قصرتوا معي، واوعدكم بمحتوى يحب قلبكم، وعين الجاية مولعة، قصة ومقطع مو مقصر اللي قلت لكم عنه. شكرا لكم اس اكس بي، لا تنسونا في الايتم شوب يا جماعة. القلب. السلام عليكم، مشاهدة ممتعة، اترككم مع باقي المقطع. الو يا احمر، احمر احمر. الو انا بنت مو ولد. بالله أحمد. انا ما عندي احمد، انا بعطي اخوي اوكي يلعب اوكي. يلا موافق. ناصر ضيفني. مين ناصر؟ ناصر مين هذا؟ تعال تعال. ها احمد دخل. بدر. بدر من هو هذا؟ ما عندي هذا، من وين اجيبه؟ طيب اسمع اسمع ثواني ثواني. ممكن تخلينهم يذبحوني ويقطعوني؟ ايوه بصير شبح. يا سلام، يلا بينا. الحين تسمعوا صوته ويصير شبحه. الو يا تسمعيني؟ يما تسمعني؟ يما اسمعك اسمعك احمد تسمعني؟ ايوه اسمعك يما اسمعك. دقيقة بقدر. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم اسمعك. انا ام احمد. ها يما انت يما؟ انت سعودي صح؟ ايوه ايوه امارات امارات سعودي. ايوه 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 انا امه داخله. انت يما من الحقيقية؟ ولا في الاشباح؟ ما اسمع ثواني ما اسمع. يعني الحين انت يعني انت مو انت مين؟ انا ام احمد. انت والنعم والله والنعم. انا ما اقدر اسمعك لان صوتي انا صوت. شرفنا عيالي يلعبون معاك. يا الله الله يسعدكم ان شاء الله ان شاء الله. بس انا لا ما باذن الله باذن الله تمام. طيب اوكي يا عيال، هذا في اللعبه صار ولا هم مشوا عليه فيلم؟ انا ما ادري الحين، هم اشباح حقيقيين ولا هذه البنت الصغيره صارت شبحه ام كبيره بالمستقبل العالم الثاني من ما ادري. فوضى اللعبه، فوضى كلها اللعبه، فوضى كل شيء، فوضى قاعد يصير. بكتلوس 11 بكتلوس. يا 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 احمر الحين انت الشبح ولا انت الشبح؟ نعم. يمه انت مين الحين؟ انت احمد؟ ايه. يعني انت الحين انت صوتي كيف تسمعه؟ احس بدك تكون شمه. شمه؟ ايوه شمه. انت شبحه الحين تسمعيني؟ اسمع. انت صرتي شبحه؟ انا صوتي عندي شبح عندك؟ ها؟ اقول صوتي شبح عندك ولا عادي؟ شبح. يلا خلاص موافق. مين اللي كلمني اول واحد؟ انا. انت اول وحده؟ ايه في جروب اشباح هنا قدام، تعالوا. ايه جروب اشباح طالعين بالسياره، احنا كلنا فريق واحد يا الاشباح يا جماعه. ايوه وقف وقف. اوه في ناس في ناس في ناس. انزلوا انزلوا عليهم انزلوا عليهم يا عمري. طبوا عليهم. ايه هذا العشم. ايه هذا العشم هذا العشم. طقوا بيض الله وجهكم. ايه تلوتوا قاعد تغذى على اللوت، قاعد اتعاطى لوت، اتعاطى موارد. الحين تكلمت تتعاطى الموارد واللوت موجوده.
تاكل لوت تشفط اكل اكل تاكل الخشب تاكل الرصاص كله يا بعد قلبي كله يا كلاب اللوت كله. يلا نرجع لسيارتنا. اكيد موافق موافق حنا اشباع خلاص عادي. هذا المسكين بيلقم هذا خويه اختفى اختفى. اقسم بالله اني احسب اني مختفي يا عيال. الو يا اكلنا كنادر. ما وصلتي ما شاء الله على الدراسة ما شاء الله على الدراسة اللي بفورتنايت. ترى جالس يلعب فورتنايت جالس يلعب فورتنايت ترى قاعد يلعب فورتنايت مو قاعد يدرس يا سيل فورتنايت. طفت المايك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب. هلا والله شباب اتفضلوا. والله يا شنق انت افضل واحد من عندنا انا. الله يسعدكم هذه المناسبة. شكرا شباب. انتوا اي واحد تدخلون معاه بتقولوا لك ذكية صح؟ لا قسما بالله انت افضل واحد. الله يسعدكم شكرا. وش تابعت مقطع ماينكرافت اللي نزلت امس؟ مين شاف مقطع ماينكرافت اللي نزلت امس؟ الجامد مع العيال. شفته انت؟ انا. كيف كان حلو؟ الله يسعدك ان شاء الله. حطيت اهم شيء لايك واشتركته. شنو انا شفت فيديو حقك هذاك شو اسمه. طيب شفت مقطع اللي نزلته قبل يومين حق باز يطير؟ باز يطير اما الا شفته اتوقع انت. لا ما شفته. اكيد. طيب يا خوي شفت المقطع اللي نزلته مع ابوي ومحمد عبده؟ تو نزل. ايوه شفته. سويت لايك. نسوي ساحرة. طيب يلا لكم ابغى ساحرة. انا شفت مقطع ابوك وفيصل وين. طيب هذا المقطع حق تكفى تكفى انت تكفى انك تكفى 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 يا شيخ والله انك ابن اسطورة. ما شاء ابن اسطورة والله انك اسطورة انت كذاب انت ترى ما نزلت ماين كرافت. شو ها شو تكفى مني تكفى والله من حطك كودك والله. انا مو شنق انا والله شنق والله ضيفني يا شنق بالله تكفى. تلعب لي تامر طلباتكم اي عشان كذا انا من اليوم اداري ما اقدر لا تامر تامر الميزانيه مضروبه والاضافات هذا حساب بنت عمي والجيم في سلق وكل حاجه اليوم ما في فقط الا سوالف نفتح موضوع منصتي. ايوه بنت عمي تلعب فيه في الليل انا العب فيه بالظهر قربنا اليوم ما يصلح يا اخي تلعب مع بنات. والله ما بلعب باب ويا لا وش دراني كنت ترسل لهم بالليل وانا نايم. والله ما بلعب انا ما العب في الليل اصلا. ممكن تقوم اخر الليل تبغى تلعب فجاه ترسل انفايت والله انا ارقد العصر. هي ما العصر يلا المغرب المغرب مغرب يعني تقوم اخر الليل. اها والله ما اقوم. متى تقوم يعني تقريبا؟ ايوه اخوك سلك الكذاب. طيب بس هلك سؤال اذا 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 قلت لي صدق ايوه بفكر في الموضوع. تابعت مقطع ماينكرافت اللي نزلته واعطتني لايك؟ اي والله تابعته بعد اشتركت بالقناه. لا اخي انتم كذابين انتم كذابين كلكم. لا تعرف متى نزلت ماينكرافت ما نزلت ماينكرافت متى؟ ما ادري عنك. طيب لا خلاص تابعت مقطع ابوي ومحمد عبده تو نزلت عاد هذا. لا يا اخي مين محمد عبده يلا قول لي عشان يعني عشان ما تزعل مني انا باضيفك. اوكي تبغى صحيح جاوب على السؤال هذا وجاوبه صادقه. تابعت مقطع امونج اس؟ امونج اس؟ لا ما شفته. يعني المقطع اللي ما نزلته تشوفه واللي نزل عندي صدق ما تشوفه. سؤال اخير هذا لازم اجابه صادقه ممنوع الكذب. وش كود الايتم شوب حقي؟ XB. ايه الحين قاعد اصور فيديو في قناتي في يوتيوب تسمح لنا نعرض ولا ما نعرض؟ عادي شكرا جزيلا. يا تبي شيء؟ لا تطلع طيب يلا امشي. ايوه ضد واحد هذول ايوه 32 كلز معي. يا الله الى هنا وصلنا لنهايه مقطع بسيط خفيف اتمنى انه عجبك. الله يعطيكم العافيه شكرا من اعماق قلبي.
أبيكم تكتبوا لي يا جماعة تحديات تحت مستحيل أسويها، لأني أحب الأشياء المستحيلة. وفي الختام حاب أقول لكم يا جماعة أن فعلوا الجرس، ترى في مقطعين قوية بتنزل، القصة ومقطع أمون. شكرا لكم، ما عمركم قصرتوا. إذا بتدخلون فورتنايت يا جماعة الخير تأكدوا أنكم حاطين كود أي شخص، مو بشرط أن أنا، لأن ترى يعني لك كثير بالفترة هذه، مو كل مرة فورتنايت تنزل أشياء هذه القوة. الله يعطيكم العافية، أحبكم، مع السلامة. جيش السواحات نسعى خلف القمة واكثر، نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر. شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم. فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري. هذه بس بداية، دامي سيد في الرواية، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.